الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعد ما شفنا التلخيص ديال لي شابيتر من أ حتى لدوز، يعني جميع لي شابيتر ديال لا بواط ميرفي، غادي نشوفوا إن شاء الله واحد تلخيص شامل، يعني ريزومي جينيرال، يعني ما قل ودل. نبدأ على بركة الله. أحمد الصفريوي أو سيدي محمد في أن بيلون دو سون لونفونس ألونسيان مدينة دو فاس، يعني أحمد الصفريوي أو سيدي محمد كيستعرض واحد يعني الواحد المسار ديال الطفولة ديالو في المدينة القديمة ديال فاس. غولاتون سي جورني أوم سيد لو سوفونير عفوا جيبا مور لا بريباراسيون بوغ عاشورا إي سون أتاشمون أ سا بواط ميرفاي، يعني كيستعرض لنا الأيام ديالو في المسيد، الذكريات ديالو في الحمام المغربي والتحضير ديال الاحتفال بعاشوراء وعلاقته ب يعني الصندوق العجائب. لو ريسي دي رومون اي ان فيريتابل تيموانياج دو فيكو دو لونتوراج دو سيدي محمد انفون دو 6 ans ا كاركتير تيميد اي ريفور سا فامي لي فوازان leurs habitudes et leurs problèmes. يعني هاد القصة ديال هاد الرواية كتتعلق بواحد شهادة حقيقية على المحيط أو الأحداث اللي كتتعلق بالمحيط ديال سيدي محمد، اللي هو واحد طفل ديال عنده 6 سنوات، الطبع ديالو تيميد يعني خجول، ويعني كيحلم بزاف، يعني كيتمنى بعد يعني كيتمنى بزاف ديال الحوايج اللي ربما مستحيلة، ولكن دائما عنده الذاكرة ديالو أو المخيلة ديالو واسعة. وهنا كيستعرض كذلك صفامي العائلة ديالو، الجيران وعاداتهم ومشاكلهم. La vie paisible de cet enfant fut perturbée par l'absence soudaine de son père qui quitta la ville pour travailler après la perte de tout son capital. يعني الحياة الهادئة ديال هاد الطفل تعطلت بسبب يعني الغياب المفاجئ ديال الأب ديالو اللي غادر المدينة باش يمشي يخدم من بعد ما خسر كل أمواله. دون سو رومون أحمد الصفريوي ديكري سا سوفرانس اي سا سوليتود ابري سيت ايفينمون اي لي جورني مورن باسي افيك سا مير visitant des mausolées jusqu'au retour de son père. يعني احمد الصفريوي كيوصف لنا المعاناه ديالو والوحده اللي كان كيعيشها من بعد هذا الحدث اللي هو لابسونس دو سون بير، يعني الغياب ديال الاب ديالو والايام العصيبه اللي كان اللي دازت عليه من خلال فاش كان مع الام ديالو اللي كانوا كيزوروا الاضرحه حتى اللحظه ديال العودة ديال الأب ديالو. La boîte à merveilles à travers tous ces événements offrait à l'enfant du réconfort et présentait pour lui un moyen d'oublier les ennuis et de se laisser bercer par ses rêveries. يعني صندوق العجائب، ومن خلال كل هاد الأحداث كيمنح لهاد الطفل واحد الراحة وكيقدم له، أو هو كيتعتبر واحد، أو هاد الصندوق العجائب هو واحد موان دوبليه، يعني واحد الوسيله ديال النسيان ديال الايام الكئيبه اللي كان كيعيشها وكيخليه انه هادئ مع الاحلام ديالو. اذا هذا هو الملخص عفوا الشامل ديال هاد الروايه. شفنا تلخيص ديال لي شابيتر وشفنا تلخيص الشامل، وكاينين اسئله كتعلق بجميع لي شابيتر من 1 حتى 12، تقدروا تطلعوا عليهم عفوا في نفس القناة. شكرا على المتابعة ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.